تقول: هل يجوز القسم بصفات الله وما الدليل؟ نعم، يجوز القسم بصفات الله، والدليل على ذلك أن أيوب عليه السلام قال: وعزتك لا غنى بي عن بركتك. وكذا فآخر أهل الجنة دخولا الجنة وخروجا من النار تؤخذ عليه العهود والمواثيق ألا يسأل شيئا غير الذي سأل، فيقول: وعزتك يا ربي لا أسألك شيئا غير الذي سألته. فالقسم بصفات الله جائز مستنده، والله أعلم.